اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الذي نقترح عليكم كيفية خياطة جلابة نسائية. هذا الطرز بالماكينة في هذه الأماكن أقوم بلصق رقيق. فمشاهدين كما تشاهدون معي أقوم بتنبات هذا العقيق في هذه الأماكن. إذن أيها الإخوة كما ترون معي أقوم برشها بالعقيق كما يسمى بمصطلح زوزو. هذه جلابة من موديلات جديدة، فهي هذا الطرز الذي ترون معي فهو ليس مطروز على الجياب إنما على في الجناب كما تشاهدون معي. ها هو الجنب، هذا هو الجنب الجلابة أيها الإخوة كما تشاهدون معي. أيها الإخوة هذا هو النستوك، هذا هو النستوك في هذا النستوك. أقوم بلصق العقد الوردة في هذا النستوك. أما في هذا الجناب أقوم بلصق العقيق إذن أيها الإخوة أقوم بتنبيت. كما تشاهدون معي أيها الإخوة هذا هو تنبيت زوزو. أقوم برشها جيدا، لا أقوم بملئها كثيرا بل أقوم برشها فقط. إذن أحاول الدقة في العمل لبيان هذه الجلابة على أحسن وجه. كل مرحلة أقوم بتقطيع الخيط بالمقص فأقوم بعقدة، هذه العقدة التي تساعدنا على عدم انفرار الخيط.
إذن كما تشاهدون معي عندما أقوم بإتقان العقيق أقوم بعقد الخيط. ثم قم بعقد الخيط في طرفه هكذا. بعدها أضع العقيق في هذه الأماكن التي يلتقط فيها الطرز. أنتم مشاهدين ترون هذه الحجرة التي تسمى بالعقيق، فهي بجودة عالية. كل هذه الحجرة التي لها حديد في الأسفل، هذه الحجرة هي جد رائعة. إذن هذه الوردة أضعها في الوسط، أما هذه فأضعها في واحدة وأختار الأخرى لكي تظهر لنا الجلابة شبه مملوءة. كثير من الحجرات في الجلابة عمل خشن. بقي لنا هذه ونكمل هذا الجهة. بعدها أنتقل إلى هذه الجهة. بعد ختام هذه الجهة أنتقل إلى هذه الجهة.
مثلا المشاهدين قمت برش هذه الجهة بعدها أتم في الجهة الأخرى إذن أيها الإخوة كما ترون معي أقوم بإتمام الحجرات بتنباتها على الجلابة فوق الطرز عند عقد الخيط أقوم بتقطيعه ثم أنتقل معها ببطء حتى أنتهي من الجلابة بصفة نهائية هذا هو عملنا هذه اليوم تنبات زوزو على الجلابة فوق الطرز هذا هو عملنا أما بعد تنبات زوزو أنتقل إلى مرحلة العقد في النصف لوك كل حجرة العقيق زوزو قوم بضرب فيها ضربتان أو ثلاثة بالإبرة والخيط على اثنان إذا قمنا بالخيط على واحد فهو سريع تقطيع من أحسن أن نأخذ الخيط على اثنان
إذن مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم لختامة تنبات العقيق أو الحجرات. هذه آخر حجرة أقوم بتنباتها على الطرز. مشاهدين كما تشاهدون معي، هذا هو الطرز الذي هو في جلب الجلابة. العقيق جيد، حجرات شبه مثلا الألماس، أما الجانب الأول ها هو. والآن أقوم بلصق شداد العقد. أول شيء نقوم به هو تقطيع العقد حبة بعد حبة. بعد تقطيعنا للعقد نملأ الإبرة بالخيط على هنا. إذن أيها الإخوة الكرام، نقوم بلصق العقد بشكل على التوالي، دائما من طرف الأذن إلى العقدة الأولى. أقوم بقياس ست سنتيمترات، دائما ست سنتيمترات، أحتفظ بهذا القياس. فالعقدة الأولى أضرب فيها الضرب بالإبرة على هذا الشكل، ثم الشكل الثاني من طرف العقدة، الشكل الثالث من الطرف الآخر، وأقوم بضربة في الوسط. العقدة الأولى أضرب فيها 4 ضربات، ثم
أضرب ضربة في المفتل، الضربة الثانية في المفتل لآخذ قياس بين العقدتين. أما العقدة الثانية فعدد ضرباتها 3. كذلك العقودات 3 و4 و5 حتى إكمال جميع العقد. أقول لكم أيها المحترفين الكرام أن هذا العمل جيد، العمل في الخياطة خصوصا في مجال الخياطة فهو عمل رائع، من أجمل في النظافة وفي الاسترخاء وفي كل شيء، لا تعب ولا غبار ولا عمل شاق، إنه عمل جد مناسب. هذا يخص الحالات الذي لا يستطيعون حمل الأثقال أو كذلك. وبالتالي أن أخبرتكم أن العمل في الخياطة عمل محترم ورائع، وكما قالوا عليه أجدادنا الأوائل، المهنة أو الحرفة أو الصنعة التي لا تغني تستر صاحبها، تسترها في الأمان وفي بعيد من المشاكل التي لها أضرار في الصحة، إذن أيها الإخوة الكرام هذا هو عمل لصق العقاد، فهو لصق على شكل على التوالي، فكل عقدة الضرب فيها 3 ضربات بالإبرة مع خيط وضربتان في المفتل. فمجموع 5 ضربات. أما في جمع العقاد يعني جمع الطرف مع طرف العقاد فيأخذ 2 ضربات في كل عقدة، يعني في مجموع ضربات العقدة 7 ضربات.
إذن قمت بلصق العقاد حتى النصف، بقي النصف تالي وأختم لصق العقاد، ثم أقوم بجمع نصدق. مشاهدينا الكرام، أقوم بتقطيع العقاد لأكمل ما تبقى من لصق العقاد. وأتوقف اللحظة حتى أكمل لصق العقاد، ثم أريكم كيفية جمع العقاد والتلوية عليهم بالمفتل أو الترسانة. لأريكم كيفية التلوية على العقد بهذه التلوية، أقوم بهذه الطريقة، أقوم بهذه الطريقة هكذا أقوم بتلوية على العقد. أرتق هنا في الأسفل الطوق أسفل النصف طوق، ثم أضرب فيه عدد من الغرزات بالإبرة، وبعدها أقوم بتقطيع
الخيط ثم أقوم بالتروية على هذا الشكل. حسب ما تشاهدون معي أيها الإخوة، التروية باستمرار والعقاد هما تم لصقهم على شكل متوازيين، كل عقدة تبعد عن الأخرى بمثل ما تبعد على أخرياها. فهذه هي طريقة لصق العقاد. إذن أيها الإخوة، وصلنا إلى نهاية التلوية، ثم أقوم بترتيق المفتل في هذا المكان العلوي. أقوم برتقه جيدا أضيف خيط آخر احتياطي. إذن أيها المشاهدين الكرام، بعد التلوية على العقد أقوم بقلب الجلابة، يعني أقوم أعمل في الجلابة وهي مقلوبة هكذا. أقوم بشد طرف الأذن مع طرفه الآخر بهذه الطريقة، ثم أمسك بالمخطف، ومن هنا من هذه المكان أربط بمخطف آخر. هذا المخطف ها هو على هذا الشكل لتكون الجلابة جاذبة. بهذه أقوم بجمع النصف توك بهذه الطريقة.
حسب ما تشاهدون معي أيها الإخوة، هذا هو جمع النصف. فكل عقدة تقوم بضرب بالإبرة ضربتان بالإبرة، إذا أيها المشاهدين أعمل في جمع النصف توك، وأنا أقوم بجذب العقد جيدا هكذا لكي لا تكون الجلابة جد لكي لا تكون الجلابة ليست معتدلة بل تكون متوازية ومستقيمية و بجودة عالية. بعدها أقوم بتحويل المخطف. إذن أيها الإخوة المشاهدين، قريبا أنتهي من الجمع وأنتقل إلى رزق الأذنين. إذن حسب ما ترون في هذا المكان، هذا المخطف الذي أقوم بتسوية النصف توك لكي لا تطلع الجلابة حسب ما نقول بالدارجة مشربة أو عوجة، هناك من يقول مشكرة، هناك كل شيء، كل شخص حسب اختيار إخوته.
أيها الإخوة المشاهدين، وصلت إلى نهاية جمع النصف توك. هذه أكون شبه انتهيت من الجلابة. ها هي الجلابة، ها هما العقاد بهذا الشكل. والآن أقوم بتطبيق الأذنين. لرتق الأذنين يجب بهذه الطريقة. حسب ما أخبرتكم أيها الإخوة المشاهدين في الفيديو الماضي، يجب رتق الأذنين على هذا الشكل. الإبرة نضربها من هنا ثم تخرج من هنا، ثم نعود بنفس الطريقة بالعكس من هنا وتخرج من هنا. وإذا ضربنا بهذا الشكل ثم خرجناها وقمنا بدورانه وها على هذا الشكل ثم خرجناها، فهذا شيء غير جيد. أيها الأخوة المحترمين، عندما وصلنا إلى هنا يجب تقطيع هذا الطرف الأذن. هكذا لإسهال العمل علينا، ثم لأحسن جودة في رتق الأذنين. بقي الأذن الثاني.
حسب عمل طرف الأذن الأول أقوم بنفس الطريقة للأذن الثاني. إذا المشاهدين وصلنا إلى نهاية خياطة جلابة النستوك التي قمت بإدراسها في العقيق في الجناب، العقيق الحجرات في الجناب، ثم إعطاء الوردة في النستوك بعدها جمعهم. والآن وصلت إلى مرحلة ترتيق الأذنين، وصلت إلى نهاية ترتيق الأذنين. بعدها تبقى العطفة وهي التالية. بعد ترتيق الأذنين أريكم كيفية قياس طول العطفة، ثم تنبالها بالخيط أو بالفنيات، ثم أقوم بإتباع الغرزة بعد غرزة حتى نهاية خياطة الجلابة النصف توك. إذا أيها الإخوة المشاهدين المحترمين، وصلنا إلى نهاية النصف توك بالعقاد والعقيق في الجناب. أريكم كيفية لصق العقاد. إذا لصق العقاد بهذه الطريقة، وها هما الأذنين. ها هما الأذنين بهذه الطريقة، ثم العقاد. ها هما الجناب، بقي اليدين. أقوم بتنبال العقيق في اليدين مشاهدينا الكرام. كما ترون معي بعد إنهاء لصق الحجرات الجوهرية على الطرز ولصق العقاد في النصف توك ورتق الأذنين، الآن أيها الأحباب وصلت إلى مرحلة قياس طول الجلابة حسب طول صاحبته لأقوم بالعطفة. فقياس هذه الجلابة هو 1.32 متر، ولعطف الجلابة يجب تمديد على الطاولة أو الكونتوار لإسهال علي أخذ القياس، ثم أقوم بأخذ القياس الذي لدي. كما ترون معي أحبائي الأعزاء، أخذ القياس ووضع الفنيتا
في مكان الذي أطوي فيه الثوب لجعلها علامة. ها أنتم ترون علامة طوي الثوب لعطف الجلابة، فهذه الجلابة لا فتح لديها في الجناب ولا في الوسط. هذا عمل يساعدني في الغرزة وإكمالها بسرعة، أساعد بالمخطاف لمسك به الثوب بدون مساعدة شخص آخر، فهذا المخطاف هو يعوض القبض بالمساك أو الجلوس على طرف ثوب الجلابة، وأيضا يكمل الدور. إذا مشاهدين الكرام، حساب قياس طوي العطفة هو أعطاني 8 سنتيمترات، أي هذا طوي العطفة الجلابة. ثم أقوم بطوي الجلابة حسب ما تشاهدون وتنبالها بالفنيتا أو الخيط، يعني خياطتها بالتنشاب. بعدها تأتي مرحلة الغرزة لعطفها، فهذه عملية التنبال والتنشاب هي لإسهال عطف الجلابة. فدوران على عطف الجلابة أقوم بقياس بالمتر عدد 8 سنتيمترات حسب ما تذكرته سابقا. إذا أعزائي المشاهدين، كما ترون العطفة متينة وتنبالها جد مناسب، هكذا للإسهال علي بالغرزة أي عطف الجلابة. حسب ما تشاهدون معي أحبتي في الله، العطفة مطوية، ثم أقوم بملء الإبرة بالخيط على واحد وأشمعه، بعدها أقوم بالخياطة العطفة غرزة تابع غرزة حتى إكمال الدورة الجلابة، وأترككم مع موسيقى وأعود.
المجاهدين أنهيت العطاء بعدها أرتق الخيط وأضع عقدة وأخذ جميع الفنيتات أقوم بحذفها من الدوب. إذا المشاهدين كما ترون العطفة جاهزة، والآن بقي دور الحدادة. ها أنتم ترون الجلابة مكتملة، العقاد مستويين على التوالي، ورشها بالحجرات العقيق في الطرز كما ترون الطرز في الكمام والجناب. فهذه الجلابة بدون ضرس في الكمام والكب، هذا باختيار صاحبة الجلابة. فكل شخص يختار الذوق الذي يناسبه. وأترككم في هذه الحلقة من الفيديو ومع فيديو آخر إن شاء الله، فلا تبخسوا منا الاشتراك والإعجاب بالقناة، تشجيعاتكم لنستمر بالمزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.